لو سمحت عندك البتاع اللي هو الغالي ده اللي هو اسمه البتاع مش عارف هو كان هنا الوقت اسمه ريدبول يا بابا. ايوه هو البتاع ده البيتبول ده هو عندكم بكام على كام؟ بيتبول ايه يا حبيبي ده بيتبول ده كلب يا بابا اسمه ريدبول ريدبول. ما انا عارف ان اسمه بيتبول بيتبول ده انا عايز منه واحد. طيب بيتبول او ريدبول المهم هو في الثلاجه عندك ب 35. حاضر انا عارفك اما تهزر خلي بالك وهجبل الحته دي منك عشان انا معدي عليك رايح جاي. المهم هو فين الثلاجه؟ في حوالي 4 ثلاجات هنا. مهزر يا حبيبي اول مره اشوفك هنا وبعدين الثلاجه الصغيره اللي عندك اللي على شمالك دي المهم انا هجيبها وابقى نتحاسب. اختار ايه اختار ايه اختار الحمراء دي عشان ما جبتهاش قبل كده انا اول مره اجيبها اصلا. خد يا باشا انا عارفها يا ب 11 بس اقبل مني ال 10 دي وانا ارجع لك تاني ان شاء الله والله هجيب لك جنيه صدقني. طيب انا شايف ان انت تاخد ال 10 وتاخد الريدبول تحطها مكانها عشان ما تعيطش. اعيط ايه انا مش معيط ولا حد يعرف عيطني. انت هتقف معايا على جنيه يا حبيبي. انا كده مش هقف معاك على جنيه واحد انا كده هقف معاك على 24 جنيه. ليه 24 جنيه والله العظيم عند الناس كلها ب 14 بتاع ده ب 11. طيب بقول لك هدي كده خد فلوسك يلا روح حتى من عند الناس. انت جد دي ماشي. طب بص حقك عليا خد ال 10 جنيه دي وهجيب لك الباقي. حرامي حرامي.